يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. الحقيقه فقرتنا الحواريه دلوقتي هتكون فقره في منتهى الاهميه، لان احنا هنتكلم من خلالها عن الرياضه بالنسبه للطلبه والطالبات في المراحل الجامعيه المختلفه في جامعات مصر المختلفه. ويمكن في ناس يعني مش كلنا عارفين ان احنا عندنا بالفعل اتحاد رياضات جامعية، وبينظم هذا الاتحاد بالفعل من قبل جائحة كورونا وحتى أثناء جائحة كورونا الكثير من الفعاليات. طبعا تفاصيل كتير هنحب نعرفها أكتر من كده مع دكتور هشام الجيوشي، وهو سكرتير عام الاتحاد المصري لرياضة الجامعات. صباح الفل على حضرتك، نورتنا. صباح الفل على حضراتكم وشكرا لاهتمامكم بالرياضة الجامعية. أهلا بيك. صباح الخير يا دكتور، نورنا في 10 الصبح في الأهلي. ونبدأ هنا بقى فكرة، يعني عايزين نعرف الناس عن اتحاد الرياضة للجامعات أصلا، وتأسس كمان إمتى؟ اتحاد الرياضة للجميع هو اتحاد رياضي زي اي اتحاد رياضي، زي اتحاد القدم، زي اتحاد السلة، بس احنا اتحاد يمكن جوانا 40 نشاط رياضي. بنتعاون مع كل الاتحادات اللي موجودة في جمهورية مصر العربية، سواء العاب جماعية، سواء العاب فردية، العاب مضرب، العاب منازلات. هو بيبقى ليه حق التنظيم الفني، وانا ليه حق التنظيم الاداري داخل الجامعات، سواء كانت حكومية او خاصة او اهلية او تكنولوجية او معهد عليا. يعني اي مؤسسات تعليم جامعي ما بعد الثانوية العامة هي تابعة للاتحاد الرياضي للجامعات، النشاط الرياضي تابع ليها. سواء تعليم يعني خاص أو خاص حكومي، يعني أي جامعة على أرض مصر هي تحت مظلة الاتحاد. تمام. يرأسه وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وطبعا مجموعة من السادة أعضاء مجلس الإدارة. هدفنا الأساسي إن النشاط ده بيتم داخل الجامعات المصرية. يعني لو حضرتك عايز تتكلم على 40 نشاط ذات نفسه، كل نشاط مثلا لو بدأنا مثلا زي نشاط كرة القدم، هتلاقينا كرة القدم عاملين فيه مثلا ثلاث مستويات زي ألف وبيه وجيم وفقا لمستوى الجامعات، وبرضو آخر فرقتين من ألف بتنزل بيه، أحسن فرقتين في بيه بتطلع ألف، آخر فرقتين في مستوى بيه بينزل جيم، أحسن فرقتين في جيم بتطلع بيه. ده بالنسبة للألعاب الجماعية. طبعا الألعاب الفردية كلها بتبقى مستوى واحد، عندنا تقريبا سبع ألعاب منهم، بيبقى كل طبعا دول الطلبة الأسوياء زائد الطلبة ذوي الإعاقة، في سبع أنشطة في الطلبة ذوي الإعاقة. ويمكن اللجنة البارالمبية اللي هو في إعاقة ذهنية وعندهم حالات دمج بيتعاونوا معنا من فترة، وإن شاء الله هيخشوا السنة الجاية في بعض الأنشطة معنا إن شاء الله. طب ومين الشخصيات بقى اللي هنا بنتكلم المشاركة في وضع هنا الخطة بقى، خطة الاتحاد أصلا أكيد لازم يبقى فيه خطة موضوعة كمان، يعني على الشورت تيرم واللونج تيرم. يعني قطة الاتحاد لو حضرتك زي ما بنقول كده، نشاط الاتحاد احنا اتكلمنا دلوقتي عن قطاع المنافسة. قطاع المنافسة ده قطاع البطولة اللي هو هنقول في الأربعين اتحاد اللي احنا اتكلمنا عليهم. في قطاع تاني قطاع مشاركة. قطاع المشاركة بتاعنا احنا عندنا 3 مليون طالب وطالبة، ده الهدف بتاعنا ان احنا نوصل للثلاثة مليون طالب وطالبة داخل جمهورية مصر العربية. بنعمل قطاع المشاركة ده بنحط قوانين مش قوانين الدولية. يعني مثلا في كرة القدم لو احنا بنتكلم عندي بسجل 25 لعيب، بيبقى عندنا 3 تغييرات في المباراة، انا ممكن دلوقتي اعمل كرة قدم اسجل اكتر من كده، كل 10 دقائق نطلع 11 لعيب وننزل 11 تانيين. بنعمل مثلا بعض الانشطة في الجامعات زي مثلا الدرجات، بناخد حوالي 50 عجلة او 100 عجلة في مقر في الجامعة، مجموعة من شباب الجامعات بيجي الصبح، انا قاعد من الساعه 9 للساعه 5 بعد الظهر، كل لفه هتبقى من نص ساعه. يعني لما تاخد مني عجله هتقعد تشتغل بيها حوالي نص ساعة. نص ساعه نص ساعه بتسجل مع زمايلك، بتيجي من اول اليوم. لو انت مثلا عندك محاضرات بعد الظهر ممكن تيجي تشارك معانا الصبح، لو انت عندك محاضرات الصبح تيجي تسجل ان انت عايز تاخد وقت بعد الظهر بعد محاضرتك تخلص. كل نص ساعه في 50 طالب او 50 طالب وطالبه داخل الحرم الجامعي بيمارس نشاط عن طريق الدرجات. في البدايه الناس بتلعب، بس حضرتك لو راكب عجلة لمدة نص ساعة فهو نشاط رياضي. أنا بغير مودك وبخليك يعني من الحالة السلبية كطالب قاعد في الجامعة إن تقوم تتحرك بشكل لطيف وجميل. فين الحاجات دي أيامنا يا دكتور؟ فين يا كريم الحاجات؟ لا مش هقول أيامنا احنا، لا خلاص انتوا من دلوقتي ايام العصر الحجري ما كانش فيه النوع ده من الأجزاء. لا ما تكبرش نفسك، بس الكلام ده جديد. يعني طبعا الكلام ده جديد، احنا كنا نقعد ناكل في البريك. وأقول لحضرتك حاجة، احنا برضه ليه جديد؟ ليه جديد؟ عشان احنا المنافسات بيبقى ليها عدد معين. يعني في كره القدم لازم اسجل 25 واحد، ما اقدرش ازود 26، ما ابقوش 26 ونص. في قطاع المشاركه اللي انا بتكلم حضراتكم عليه انا ممكن اعمل اللي انا عايزه عشان اوصل لل 3 مليون طالب وطالبه. وبالنسبه للتمويل يا فندم، يعني هل طبعا انتوا بتديكوا كتير من النشاطات والفعاليات وبترعوا كتير من الطلبه والطالبات من الرياضيين، فاكيد الكلام ده محتاج تمويل. فهل الميزانيه اللي موجوده عندكم في الاتحاد
هل هي جزء او تشكل جزء من ميزانيه مثلا تبع وزاره الشباب والرياضه؟ هل المجلس الاعلى للجامعات ليقول في هذا الاطار ولا شغالين ازاي؟ احنا كاتحاد رياضي، هو رئيسنا وزير التعليم العالي، بس احنا كاتحاد رياضي بنتبع لوزاره الشباب والرياضه. اوكي. ويمكن احنا برضو بنعيش ازهى فترات الاتحاد الرياضي للجامعات، لان وزير الشباب والرياضه الحالي الدكتور اشرف صبحي اخر منصب تقلده كان هو سكرتير عام اتحاد الجامعات. فكل اللي انا بقوله النهارده ده هو حس بيه اما كنا شغالين مع بعض في اتحاد الجامعات. فيعني انا برضو هو احنا بناخد دعم من وزاره الشباب والرياضه، واحنا اتفاجئنا بعد خطتنا ما اتعرضت عليه السنه دي رفع الدعم السنه دي. يعني احنا دايما نطلب احنا الحقونا عايزين فلوس، لا، وزاره الشباب والرياضه السنه دي لوحدها رفعت الدعم الخاص باتحاد الرياضي للجامعات. كل البطولات الدوليه الخاصه بتاعتنا بنلاقي برضو دعم من وزاره الشباب والرياضه، برضو بيبقى في جزء المكافئات الخاصه باللعيبه بتبقى دعم من وزاره الشباب والرياضه. زي ما اتكلمنا دلوقتي على انقطاع المشاركه، حضرتك وضحت اصل كلمه رفعت الدعم ممكن تتفهم ان شالت ايديها، لا ده بالعكس، ده هم جماعه عاملين شغل هايل. كان هو موجود يعني على كرسي السكرتير العام، فاللي انا بقوله هو حاسس بيه. ويمكن بدانا يعني انا تشرفت في اتحاد الجامعات ان انا اشتغلت سنه مع دكتور اشرف صبحي، وبعد ما توليه منصب وزير الشباب والرياضه انا استكملت بعديه منصب السكرتير العام. فانت لما بتحكي له حكايه احنا بداناها مع بعض، يعني قصه كان ليك هدف، هدفنا يعني احنا مثلا اول مره كان عدد المشاركين في البطولات المنافسات 10,000، اول سنه مع الدكتور اشرف رفعناها ل 124,000، ثاني سنه رفعناها ل 184,000 ما شاء الله، وكان هدفنا ال 300,000 لولا يعني دخلت علينا جائحه كورونا اللي وقفت العالم. فلما بتحكي قصه فانت قصه هو عايشها يعني، وكان هدف احنا كان هدف قدامنا، يعني احنا بنحلم بالثلاثة مليون طالب وطالب مش يلعبوا منافسه يبقى بطل يكسب، يقوم يشارك رياضه. يعني احنا مثلا اعضاء مجلس الاداره عندنا كابتن احمد شوبير، فهقول لك مقوله على لسان الكابتن احمد شوبير: عايزين نعمل دوري كره قدم للطلبه اللي ما بتعرفش تلعب كره قدم. جميل جدا. يعني شوف الفلسفه اللي احنا عايزينها، مش عايزين الابطال اللي هم بيلعبوا في انديه بيلعبوا في مراكز الشباب، لا، احنا عايزين الطالب اللي ما لا بيلعب في مراكز الشباب ولا بيلعب في نادي يشارك معانا ويتحرك معانا عشان نحقق شخصيه متكامله. تصاميم توجهات الدوله في الفتره الاخيره فيما يتعلق بمساله ان الشعب كله لازم يمارس رياضه، ناهيك عن الشباب طبعا بشكل خاص. يمكن الناس دلوقتي كلها كابتن كريم بتتكلم العوده تدريجيا بالنشاط الرياضي، ده احنا طالبين الدوله. انت النهارده لما تبقى مثلا بتروح شغلك او كليتك او مدرستك 5 ايام او 6 ايام في الاسبوع واجي اقول لك 50%، فانت 50% من طاقتك اللي كنت يعني بتطلعها هتتوفر. ده مطلوب مش الناس ترجع للرياضه، ده مطلوب الناس تزيد من النشاط الرياضي سواء على مستوى قطاع المدارس او على مستوى قطاع التعليم العالي الجامعات. وبرضه من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها في اتحاد الجامعات مثلا احنا عملنا مثلا بطوله نقول العاب مستحدثه، تجديف الصالات. تجديف يعني النيل، يعني قارب، يعني حضرتك لازم تكون بتعرف تعوم، وانت عارف قارب التجديف ثمنه كام دلوقتي. ففي جهاز التجديف اللي موجود في الجيمات، فده موجود عليه ومتركب عليه زي هقول برنامج كمبيوتر بتحط مثلا 8 اجهزه 10 اجهزه، الولاد بتقعد عليهم بتبدا تشد لمده دقيقتين، المسافه بتاعتك مثلا 2000 متر، عندك شاشه، الشاشه دي بتطلع القوارب، كل قارب عليه اسم الطالب بتاعه، وبيبدا يشتغل لحد ما مين اللي بيكسب بيعمل زمن قد ايه. انت لا مشترك في نادي ولا بتاع تجديف ولا عندك نادي تجديف ولا بتعرف تعوم كويس. فدي من الالعاب المستحدثه اللي حطيناها. من ضمن برضه الالعاب المستحدثه احنا بنسمع عن الموانع العسكريه داخل الكليات العسكريه. الموانع العسكريه في الكليات العسكريه دي ما بتتلعبش الا في الكليات العسكريه. رفعنا طلب للامانه العامه للقوات المسلحه عايزين نلعب موانع عسكريه عندكم، واحنا لا عندنا ميدان موانع ولا عندنا حد يعرف يعني ايه موانع عسكريه. بقى الناس وافقت في الامانه العامه لوزاره الدفاع وقالت لنا تروحوا تشتغلوا في الكليه الحربيه، وبعت لنا فيديو التراك بتاعهم حرف يو حوالي تقريبا 550 متر في 20 مانع، ورحنا اشتركنا بحوالي 23 جامعه، وبداوا الضباط قبل ما بتبدا بيعلمك يعني كل مانع بيتعدى ازاي. يعني مثلا من اول مانع كان مثلا بيطلع على سلم ومفروض بتنط من فوق، نط من فوق دي لحد رمل 5 متر. فالضباط قالت بقى للولاد خلي بالك احنا بننط من 5 متر، كل واحد على قده، انت ممكن تنزل متر وتنط، نزل 2 متر وتنط، يعني حسب مستواك ابدا اتعامل يعني. ودي كانت من البطولات الجديده اللي احنا برضه استحدثناها في قطاع الجامعات، وبقول بدعم من يعني وزاره الدفاع ودعم من الكليه الحربيه. وزي ما حضرتك بتقول زي ما هو بيتكلم عن الرياضه امن قومي، الرياضه ماده اساسيه عايز يخليها في الجامعات، ده فخامه الرئيس اللي بيقول الكلام ده. امبارح مثلا كان
عندنا اجتماع او مؤتمر العوده الامنه للنشاط الرياضي في الجامعات. استاذنا الفاضل الدكتور سامي عبد العزيز عميد كليه الاعلام واستاذ الاعلام كده عمل فلسفه للامن القومي ما خطرتش على بالنا، يعني احنا بنتكلم امن قومي قال لك الناس مش هتضربنا بدبابات ولا بطيارات ولا بتاع. الناس ممكن تعكنن على الشعب المصري تخلي مودك سيء. فالنهارده انت ما هتمارس رياضه انا بوصلك في مود سعيد، يعني انت بعد ما بتمارس رياضه فهنا بيتكلم على رياضه امن قومي ان انت تسعد الشعب، تسعد طلبه الجامعات، تسعد اعضاء التدريس، تسعد موظفين، يعني فبيتكلم فلسفه للامن القومي مش ضرب وصواريخ وحرب. انت متخيل لا اختلفت اصلا فكره وفكره هنا يعني حروب الجيل الرابع يعني استراتيجيه كبيره جدا، يعني ما بقاش في ما فيش حروب حاليا اصلا هتتم يعني سلاح قدام سلاح، دي حاجه ثانيه كمان. بقول لك ان النهارده عكنان على الناس يديكي خبر عشان يعكنن عليكي، فالنهارده الرياضه ممكن تخلق مود من السعاده داخل الشعب المصري. انا بس عندي كده كم سؤال عشان الفكره توضح لينا وكمان للناس. مبدئيا كده حضرتك بتتكلم ان ده في منتصف اليوم الدراسي العادي ان هو ممكن الطالب يروح يلعب رياضه ويرجع تاني، صح؟ تمام. طيب هل مثلا نقدر نقول ان الزي اللي هو لابسه او الملابس اللي هو لابسها ممكن تتوسخ او غيره؟ يعني ما ممكن شخص دلوقتي يقول طب انا ازاي همارس رياضه واعرق وكده وبعدين ارجع تاني برضو؟ يعني دي نقطه اللي كلمت حضرتك فيه ده مش هيبقى فيه، يعني مش هنلعب على الارض، مش هننزل نعمل تمرينات، مش يعني وهو بيعمله بشكل ان هو بيلعب. يعني انا يعني حركتك من على الكرسي اللي حضرتك قاعده عليه ان انت تقومي، انت قايمه تلعبي مش قايمه تمارسي رياضه، قايمه تركبي عجل مع اصحابك. يعني احلى كلمه تسمعي عمو انا عايز اركب، عمو. فحتى بتوع الجامعه ده بنتي استاذ دكتور يا فندم، لا عمو كابتن عايز اركب اهلا. يعني ايه بان انت تحولي الطالب ان هو قايم، هو احنا لينا هدف ان هو يمارس نشاط رياضي. فلو قلت مارس النشاط الرياضي ممكن حضرتك تقعدي. لا قوم نلعب. طب ايه غير العجل مثلا في اليوم الدراسي ممكن الطلبه بيتعمل؟ يعني مثلا بيتعمل يوم رياضي، بيبقى فيه توجه من وزير التعليم العالي يوم رياضي بنقفل الجامعات بعد الساعه 12. مفيش تعليم بعد الساعه 12 حضرتك لحد اخر يوم ما بينتهي. بيبقى يوم رياضي حسب كل جامعه وامكانياتها، وبيبقى في متابعه من معالي وزير التعليم العالي لرئيس كل جامعه بالفيديو كونفرنس. فحضرتك تلاقي مثلا رئيس جامعه القاهره بيتواصل معانا النهارده عملنا كذا وعاملين كذا لعبه، مشاركين معانا اولاد قد كده، بنات قد كده، ذوي اعاقه قد كده، موظفين معانا في الجامعه كده، اعضاء التدريس كده. فده بيحصل يعني هنقول زي تمام في كل الجامعات الحكوميه والخاصه اللي بتشارك معانا في نفس اليوم. بمناسبه برضو كلام عن الجامعات، احنا خلاص يعني كمان ايام 17 بالظبط في موسم دراسي جديد في الجامعات المصريه، وموسم برضو زي اللي فات كده موسم استثنائي يتقال عليه في ظل وجود يعني او استمرار وجود جائحه كورونا. فخطه الاتحاد في النقطه دي بالتحديد ان شاء الله يعني بتحتوي على ايه بالنسبه للفتره الجايه؟ كابتن كريم احنا يوم السبت لحد فات كان عندنا مؤتمر العوده الامنه للنشاط الرياضي بالجامعات، واحنا اعلنا ان من يوم 17/10 يبدا النشاط الرياضي داخل الجامعات بشكل تدريجي مع اتخاذ الاجراءات الاحترازيه، ومن يوم 15/11 احنا هنبدا ننزل بطولات الجامعات اللي هي زي حضرتك بطوله العاب القوى، زي السباحه، الحاجات اللي ما بقاش فيها تلامس، زي تنس الطاوله، زي التنس، الحاجات اللي مش هيبقى فيها احتكاكات بين الطلبه وبعضها، وهنبدا بده. فطبعا وان شاء الله احنا مستنيين بس ناخد ميعاد من الدكتور خالد، من يوم 17 اللي هو الاسبوع الاولاني يتعمل يوم رياضي لاستقبال الطلبه الجدد والطلبه القدام داخل كل جامعه. وعايزين برضه يتعمل يعني برضه بنفس الشكل فيديو كونفرنس، يبقى معالي الوزير بيتابع كل الجامعات في نفس اليوم ده، بس هو يدينا الميعاد عشان نحدده بس للجامعات. طب هو الفقره قربت تخلص، بس يعني دكتور هشام انا عندي برضه سؤال. فكره هنا تمام توجه الدوله نحو تشجيع الرياضه وتبقى الرياضه فعلا للجميع وكمان يبقى في تحفيز وغيره، ده ملموس بصراحه بشكل كبير جدا، ولكن على الصعيد الثاني بقى علشان ابتدي اغير الفكر وابتدي بقى اخلي الناس بالذات كمان هنا اللي هم في ناس كتير طبيعتها ان هي كسوله، يعني ازاي اقدر اشجع بالذات هنا الشباب لو هنتكلم؟ طب ايه الاستراتيجيه، ايه الخطه اللي حضراتكم كنتوا واضعينها او واضعينها حاليا علشان ابدا اجيب الطالب اللي هو في البريك بدل ما بيروح يشتري حاجه ياكلها ويقعد على الجنب ان هو يروح يشارك في الالعاب دي؟ هي في مجموعه من يعني انا في عندنا جزئين زي ما قلت لحضرتك، في الجزء بتاع قطاع المنافسات وفي الجزء بتاع قطاع المشاركه. ومن ضمن الحاجات برضو اللي يعني بناخد الطالب فيها بنعمل لقاءات مع الكليات العسكريه. اللقاءات مع الكليات العسكريه بيبقى الوفد بتاع الجامعه حوالي 183 طالب وطالبه،
هنقول 50 طالب وطالبه، 50 و50 مشجعين، و83 بيلعبوا هنقول مسابقات ميكس، يعني مثلا جامعه القاهره كانت بتلعب الكليه الحربيه، فريق القوى الاولاني الكليه الحربيه وجامعه القاهره، فريق القوى الثاني الكليه الحربيه وجامعه القاهره، عشان نوصل للطلبه بتوعنا احنا مكسبنا ان احنا نلعب رياضه، مش ان مين يجيب جون في مين ومين يكسب. بتهيألي ممكن المكسب كمان يوصل لما هو ابعد من كده، يعني ممكن جدا من خلال الفعاليات المختلفه والنشاطات الاتحاد المختلفه في كل الجامعات المصريه، ممكن الاتحاد يلعب دور الكشاف. اقصد ايه؟ اقصد ان ممكن جدا من خلال البطولات الرياضيه المختلفه يتم اكتشاف طلبه وطالبات ممتازين في رياضات معينه، علما بان هم عمرهم ما كانوا بيلعبوها بشكل نظامي او مشتبعين لنادي من النوادي، فانتوا ممكن تغذوا النوادي بل ممكن تغذوا المنتخب نفسه. ده بيحصل دلوقتي حاليا وبيحصل اوتوماتيك، بس دلوقتي في احد الشركات جايه لنا وعايزه تعمل تحليل جيني للطلبه، يعني عايز يعمل اول يبدا يعمل اختبارات لكل الطلبه في الجامعات، ويمكن بعد كده الطلب المتميزين فيهم يبدا يعمل تحليل جينات عشان يقول له حضرتك هو يلعب في انسب حاجه ايه. ايه ده؟ لا ثانيه واحده بقى، هنا لينا وقفه. لا ثانيه لينا وقفه، هنطول الوقت. لا يعني ممكن تحليل جيني انا اقدر اروح اعمله اعرف انا العب انهي رياضه؟ انهي رياضه؟ الله، دي اول مره اسمعها دي. لا دي المفروض احدث حاجه، وان حضرتك عشان تمشي في خط مستقيم ما يبقاش فيه. لا نعمل التحليل ده فعلا بقى. انا زي الهواندا اول مره اسمع القصه دي الحقيقه. فهم عايزين يعملوها للطلبه المتميزين في الجامعات عشان نؤكد، لو انت مثلا بتاع العاب قوه انت ماشي في انت بطل العاب قوه ماشي في القطار ده، هتوصل لاولمبيات هتوصل لعالم العاب قوه ولا هتوصل لمستوى معين وتقف؟ لان ده مش لعبتك المفروض تلعبها. انت جيناتك تجيب تنس. اجيب تنس؟ انا حاسه كده. انا جيناتي بتمشي بالي مائي. لا بس معلومة جديدة فعلا أول مرة نسمع عنها. هي برضو يعني الشركة مقدمة اقتراح بكده، وبرضو أنا عايز أقول إن في بعض إحنا بنقول مشروعات قومية، عندنا بعض المشروعات القومية، يمكن إحنا عندنا كان مشروع المشي قبل جايحة كورونا، إحنا يمكن بدأنا إحنا مشروع العجل وكنا عجلة لكل طالب، وفي أحد الجامعات جامعة قناة السويس عملت تراك للعجل داخل جامعة قناة السويس في الإسماعيلية وعملت بوابات، هو المشروع لسه ما اكتملش، بس إن الطالب بالكارنيه بتاع الجامعة يخش ياخد عجلة، فلما تاخد عجلة العجلة تسجل على الكارنيه بتاعك، اما تركب العجلة لحد ما تروح نقطة تانية تسجل لك المسافة اللي انت مشيتها. خلاص؟ النهارده ممكن بقى تطلع يبقى كل شهر عندك تطلع الطلبة الكسبانين ولاد، الطلبة الكسبانين بنات، الموظف اللي كسبان ولاد، الموظف اللي كسبان بنات، اعضاء التدريس، يبقى ده سبق موجود اوتوماتيك عندك، وتقدر تقول الناس دي اتحركت قد ايه. في مشروع تاني كنا عاملينه المشي من اجل مقاومة جائحة كورونا. ان حضرتك احنا مش عايزين مشي تراك وترتان وملعب وكده، قلنا لا احنا عايزين نعمل 10,000 خطوه في اليوم، ودي كانت توجيهات الدكتور مجدي يعقوب، عشان تبقى كويس كل يوم لازم تمشي 10,000 خطوه، مش لازم تمشيهم مستمرين، يعني ممكن تمشي الصبح تمشي الظهر تمشي بالليل، بس اجمالي اليوم بتاعك يبقى فيه 10,000 خطوه. فقلنا نعمله داخل الجامعات، يعني مثلا ما تقول ايه انا خدت لفه حوالين كليه اداب، انا خدت لفه اداب وتجاره، فتقدر تحسب الخطوات بتاعتك وان انت تبقى ليك الهدف ده. في مشروع ثالث ان احنا يمكن توجيهات فخامه الرئيس اللياقه البدنيه. احنا بنحلم ان احنا عاملين مشروع ويمكن نتعرض على مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه، وربنا يسهل ان احنا بس عايزين الاعتماد المالي. ان الطالب حضرتك في الجامعه بيبقى عنده 10 مواد، كل سنه بتبقى في 10 مواد بتوعك التقديرات بتاعهم ايه؟ لا انا عايز اقول لحضرتك كمان عندك 5 اختبارات، وممكن 5 اختبارات كل سنه تعرف درجتك ايه في الاختبارات، وسنه اولى انت عملت ايه، وسنه ثانيه انت عملت ايه، وسنه ثالثه انت عملت ايه. فزي ما يبقى عندنا خريطه علميه للطالب الجامعي، يبقى عندنا خريطه للياقه البدنيه لل 3 مليون طالب وطالبه. جميل. وده طبعا يعني ممكن بعد كده يتنقل لل 22 مليون التعليم ما قبل الجامعي. يمكن احنا برضه بنسعد ان احنا معانا فريق عمل في اتحاد الجامعات كويس، فريق عمل داخل كل جامعة سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية أو تكنولوجية أو معاهد عليا على مستوى جيد، فبرضه التواصل بيننا فرق العمل دي شغالة على أعلى مستوى. يعني شكلنا بنخلص، فنقول آخر حاجة عندنا، إحنا بنستضيف بطولتين عالم للجامعات، الاسكواش 2022 وهاندبول 2024، ودول ملفين إحنا اكتسبناهم من الاتحاد الدولي للجامعات إن شاء الله، دول هتبقى على أرض مصر، والمشروعات القوميه اللي فيها عجل حضرتك تيجي تشاركي فيها، وحضرتك المشروعات القوميه ان شاء الله تبقى في دعوه ان شاء الله اليوم الرياضي اللي هيتعمل في افتتاح الجامعات المصريه في بدايه العام الدراسي، تشرفونا فيه. ده احنا اللي نتشرف يا فندم، ونشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنتمنى لك كل التوفيق في الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا دكتور هشام، كل التوفيق ان شاء الله. ودلوقتي